السلام عليكم البنات، كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. فالفيديو اليوم ان شاء الله غادي يكون عباره على غادي ندير واحد العجينه اللي غادي نخرجوا منها الملاوي وغادي نخرجوا منها المسمن العادي المرق، وكذلك غادي نخرجوا منها الرزيزه. فتبعوا معي الطريقه ديال التحضير ديالها حتى الاخر باش تكتشفوا الشكل النهائي وكذلك كيفيه ديال غادي زعما كيفاش غادي نطيبوهم ثلاثه بهم بعجينه واحده. فخليكم معايا كيف قلت لكم. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو هنايا عندي تقريبا هنا راه درت شي 2 كيلو ديال الدقيق، درت شي كيلو ونص، كيلو ونص ديال الدقيق الابيض يعني دقيق فورس، ودرت معاه واحد زلافه ديال الفينو تقريبا 250 غرام ديال الفينو، وبطبيعه الحال درت الملحه. صافي دابا غادي نعجنهم بالماء العادي يعني الماء ديال الروبيني العادي غادي نعجنهم، وضروري ضروري ندلك لينا العجين مزيان. فمن بعد ما ندلكوا العجين ديالنا ف غادي نخليوها ترتاح، قد ما خلينا العجين ديالنا ترتاح مزيان قد ما كتعطينا النتيجه مزيانه. ومن بعد غادي نحتاجو في الطرق ديال الرزيزه وديال المسمن وديال الملاوي، غادي نحتاجو بالنسبه للطرق غادي نحتاجو كيف كما عودتكم العاده الزيت والفينو. عندي هنا الفينو اللي غادي نخلط معاه واحد الساشي ديال الخماره اللي هي اللي غادي تعطينا داك التوراق وديال مزيان، وكذلك غادي نحتاج للزيت. صافي هادو هما المكونات ديالنا. كتشوفوا راه ارتاحت عطي ولات زوينه. غادي نبداو دابا غادي نبداو بالملوي. الملوي غادي نوريكم الطريقه اللي غادي ندير ليه. بالنسبه اللي قلت لكم غادي نحتاجو الزيت وغادي نحتاجو الزبده بطبيعه الحال تكون حراره المطبخ، وغادي نحتاجو الفينو اللي درت ليه اللي درت معاه كيف قلت لكم الخماره. صافي وغادي نحركو هكا مزيان، غادي نوريكم ان شاء الله الطريقه كيفاش. بالنسبه للمسمن والملاوي وهذاك الشيء ما غاديش نديرهم كبار بطبيعه الحال، غنديرهم غير صغار. صافي هكا كيكون عندي هي الفينو دابا واجد. دابا بالنسبه للعجينه ديال الملاوي غادي نوريكم واحد الطريقه، الاهم هو يكون عندكم سطح العمل يكون عندكم خاوي غير باش غادي ناخذ العجينه ديالك. شوفوا البنات كيفاش كتجي، شوف ضروري ندهن بالزيت، وغادي ناخذ هكا 2 كوميرات هكا، غادي نخلي هادي ترتاح وغادي نبداو بهادي. بالنسبه للعجين غادي نحاول ندير لكم انا اليوم غير صغار. ما كتبقى صح كتخلي العجين ديالكم مرتاح كما شوفوا ها هانتوما. غادي نصلحها مزيان وتكون رقيقة.
بطريقه سهله وما كتاخذش لكم بزاف ديال الوقت. المهم كان عندكم كريمه باش العينيك تقدروا ديروا في الطبله ماشي مشكل. Thank you.
كيفاش